زاد رابط صف سادس ابتدائي. النهارده هنشرح نص الدين المعامله، وده حديث شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير الدين بنفس فانا حجيجه يوم القيامه. نقرا الحديث مره ثانيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتعرف على معاني الحديث الشريف. ألا حرف للتنبيه، ألا حرف للتنبيه. ألا من ظلم، ظلم المضاد عبدا. ألا من ظلم معاهدا، المعاهد المقصود أهل الكتاب الذين بيننا وبينهم عهود ومواثيق أو أصحاب الديانات الأخرى، وجمع معاهد معاهدون. أو انتقصه، انتقصه أي قلل من حقوقه، انتقصه أي قلل من حقوقه، والمضاد زاده ووفاه. أو كلفه بمعنى حمله، كلفه يعني إيه؟ حمله، والمضاد أعفاه. فوق طاقته، طاقة أي قدرة، طاقة يعني إيه؟ يعني قدرة، والجمع طاقات، والمضاد عجزه، والمضاد طاقته عجزه. أو أخذ منه شيئاً، جمع شيء طبعاً أشياء، بغير طيب نفس أي بغير رضا منه. بغيرة لنفس أي بغير رضا منه، وجمع نفس أنفس ونفوس. فأنا حجيجه يوم القيامة، كلمة حجيجه أي خصمه ومقيم الحج عليه، والحجة هي الدليل أو البرهان، وجمع حجيج حججاء، والمضاد مصيره، المضاد مصيره. يبقى هنا الحديث الشريف يا سنة ستة بيدور حول على فكرة مهمة جدا، وهي حسن معاملة أهل الكتاب. لما يجي يقول لي ما الفكرة الأساسية للحديث الشريف، هي حسن معاملة أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الدين هو المعاملة الحسن، لأن الدين هو السلوك، حيث يجب أن يسود العدل وكذلك المساواة في الحقوق والواجبات بين الناس أجمعين، لأن الدين لله تعالى والوطن مشاركة بين الجميع. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح أن يظلم أحد من أهل الأديان الأخرى. يبقى أول حاجة بيحذرنا منها الرسول، تمام؟ ظلم أصحاب الديانات الأخرى. المقصود هنا مين؟ المعاهد. يبقى أول حاجة بيحذرنا منها الرسول ظلم مين؟ أصحاب الديانات الأخرى. طيب، وإيه كمان؟ وأن يقلل من حقوقه. يجب علينا ألا نقلل من حقوق أو من شأن أصحاب الديانات الأخرى، أو أن يتحمل أعباء فوق قدرته. يجب علينا ألا نكلف أصحاب الديانات الأخرى، تمام، فوق فوق طاقاتهم، أو أن نأخذ منهم شيئا بغير رضا منهم، أو أن نأخذ منهم شيئا بغير رضا منهم. طيب، والإنسان الذي يفعل كل ذلك من ظلم المعاهد أو التقليل من حقوقه أو تحميله فوق طاقته أو أن يأخذ منه شيئا بغير طيب نفس، ما عقابه؟ الرسول يعمل إيه بقى يوم القيامة؟ سوف يكون خصما له يوم القيامة ومقيم الحجة عليه. يبقى ده معنى معنى الحديث الشريف والشرح بتاع الحديث الشريف. طيب، ماذا يحدث إذا طبقنا هذا الحديث في حياتنا اليومية؟ طبعاً هينتشر السلام ويعم الأمن وتنتشر المودة بين مين؟ بين الناس، وتقدر المجتمع كله. تعالوا نشوف جماليات الحديث الشريف، مواطن الجمال. أول حاجة عندي كلمة معاهداً، كلمة معاهداً. معاهد كلمة تشير إلى أن الإسلام يحترم العهود والمواثيق ويحافظ عليها. إذا كلمة معاهدة لما يجي يقول لي ما الجمال في كلمة معاهدة، أو الكلمة تشير
لأن الإسلام يحترم العروض والمواصيل ويحافظ عليها. طيب بعد كده يقول لي بغير طيب نفس، ما الجمال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بغير طيب نفس؟ هنقول تعبير يشير إلى أن أساس المعاملة هو الرضا والقبول. يبقى تعبير يشير إلى أن أساس المعاملة هو الرضا والقبول. بعد كده المظهر الأخير يقول فأنا حجيجه يوم القيامة. فأنا حجيجه يوم القيامة، تعبير يفيد جد التحذير من أن يتعرض أحد لأن يخصمه الرسول ويقيم الحجة عليه إذا أساء معاملة أحد من أهل الكتاب. ممكن أقول تعبير فيه تحذير من خصومة النبي، تعبير فيه تحذير من من خصومة النبي صلى الله عليه وسلم. كده سنستنى نكون انتهينا من شرح درس الدين الدين المعاملة.